السلام عليكم لي فامي، كي دايرين؟ كنتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما كتشوفوا سوما راه حتى راه بزاف باش غنصور مع هذا الفيديو هذا، غير باش تعرفوا نتوما شنو اللي طهر، شنو اللي واقع. نفس البلان، يعني نفس المشكل اللي طرا الولد الشرقي، هو نفس المشكل دابا حاليا اللي طاري مع اسمه. الوغ انا ملي كنت كنتفرج في الولد الشرقي كنشوف داكشي اللي طرا ليه، اسم البارح حتى هي هضرات معايا قالت لي راه شي واحد ضربني بسترايك بسترايك. دخلت كنشوف انايا في المشكل ديال الاعتقالات ديال عندي، كنقلب في المشكل فين كاين. دابا هي كنلقى واحد الشخص نفس المايل نفس اي حاجه، هي نفس داكشي اللي دار الولد الشرقي باغي يديرو لسومه. فتواصلت مع الدراري اللي معاه الولد الشرقي وهذا، فتاكدت 100% بانه راه هو داك نفس الشخص. فصيفط لي ميساج في المايل، بغيت نهضر معاه في المايل، قال لي يعني نفس الهضره اللي كيقولوا الشرقي، انا خصك تخدم معايا وكاين 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 وكاين، انك دير لك واحد الصفحه وانك تصيفط لي فلوس، وهو زعما كاين في مصر. ومن هادشي كامل هاد الشخص هذا راه عايش في مصر، ياك عايش في مصر وكيساعد واحد الشخص مغربي كاين في المغرب، هو اللي كيعطي القنوات ديال الناس، هو اللي كيوري باش هو يقدر يضرب سترايكات. كيفاش هاد البلان؟ فاش كتكون مثلا اسماء مكرفس على فيلم ضرب عليه تماره 3 ايام ولا 4 ايام هي تصور فيه، عاد تزيد المونتاج، عاد تزيد المصاريف ديال الفيلم باش تصور فيلم باش تطلع فيلم، خصك تخسر فيه واحد المصاريف. اذا بواحد كيجي كيهز فيلم ديالك كيحطو في قناه وهي تحمر، راك تقول لي شوف راه هزوا لي فيلم ديالي حطوا لي في القناه ديالهم كذا كذا، كنقول لها انا ماشي مشكل، غير خلي بنادم يترزق الله عاد، ماشي مشكل، بنادم كيبغي يترزق الله عادي خليه يهز فيلم. ولكن ملي كيجي واحد كيهز فيلم وكل حط رانت، بزاف ديال الناس كيترزقوا له، ولكن واحد منهم راه كان هاكر، راه فو هز فيلم داس مدة ضربنا هو بسترايك، ولا هو كيقول لك اسيدي الفيلم هذا راه ديالي انا. ودابا باش نوضح الناس باش نوريكم، ودابا ولا كيقول لك هو كيقول لك هذاك الفيديو راه ديالي وهذاك الشيء راه ديالي. يعني ثلاثه الافلام اللي مشاو لها هي اربعه الافلام ده. اربعه شوف هما ثلاثه الافلام، ها واحد باش باش نقرب ليكم كيبانش هذا ما كيبان ها واحد ها جوج ها ثلاثه. شنو هو الهدف ديال السيد؟ الهدف ديال السيد هو انه هز لي ثلاثه الافلام ديالي، ياك انا ما كنضربش سترايكس، كنقول خلي الناس يترزقوا الله. هاد السيد شنو الهدف ديالو؟ هو انه هز لي ثلاثه الافلام ديالي وهو ضربني بسترايك. نورمالمون دابا القناه ديالي باقا في الشك، يعني ما عرفتش انا من هنا لغدا شنو غادي ممكن، واش غادا تبقى ولا ما غاداش تبقى. انا اللي بغيت نوصل من هاد الفكره هو علاش عباد الله انا ما كنضربش بسترايك باش نخليكم نتوما ترزقوا الله، ما كنحيدش لكم القنوات ديالكم باش نتوما تربحوا الفلوس. كنقول ماشي مشكل، علاش الحسد؟ علاش الحقد؟ شنو انا خدام على راسي؟ ما عمرني طلعت في فيديو بكيت، ما عمرني طلعت في فيديو تعيرت، ما عمرني طلعت في فيديو شكيت، ما عمرني حتى شي حاجه. اي مشكل كيطرى لي انا اول مره في حياتي دابا غنطلع بفيديو بحال ما هكا. عمرني ما قلت انه انا الهدف ديالي في اليوتيوب ماشي هو انه نبكي على الناس، والهدف ديالي ماشي هو انه نعطي الناس المشاكل ديالي، الهدف ديالي هو انه انا كندير افلام قصيره، هذا هو الهدف ديالي. اما داك الفيديوهات اللي بحال هذا انا اللي كنديرو دابا انا ما خصنيش نديرو، لانه انا ماشي هكا، انا ما بغاش انايا نستعطف الناس، ما بغاش انه نجيب لي في على اساس ان الناس يتعاطفوا معايا. انا عطيت الثقه لكل شيء، علاش الحقد؟ علاش الحسد؟ علاش انا بالضبط؟ علاش انا بالضبط؟ علاش انا عمرني ما جبت شي واحد؟ علاش بغيتو تحيدوا لي القناه ديالي؟ شنو درت ليكم؟ شنو درت ليكم؟ ما كندير حتى شي حاجه اللي خدامه على راسي، موقره الناس، موقره كل شيء. ما عمرني طلعت جاوبت شي حد، ما عمرني طلعت عيرت شي حد، ما عمرني طلعت ضربت مع شي حد. واش اللي كيدير اللي دار الخير فيكم كتردوا لي بالشر؟ علاش؟ حيت كون حيدت لكم القنوات ديالكم ما كنتش دابا غنكون واصله لهادشي. كون حيدت القنوات اي واحد يهز الفيلم ديالي نحيد ليه القناه ديالو ولا نضربو بسترايك نخرج ليه على القناه، ما كنتش غنوصل لهذا الشيء، ما كنتش غنوصل لهذا المشكل. ولكن هذا المشكل انا فيه بسبب العاطفه ديالي، بسبب انه خلي الناس يترزقوا. هذيك الكلمه ديال خلي الناس يترزقوا هي اللي خرجت عليا دابا. علاش
انا ضربت تمر على هاد القناه زعما انا ما كنهز لا ليل لا نهار. المرض العدم الكحل دوزو في هاد القناه باش نطلع باش نوصل فرمشة عين واحد ناض من الناس ما عنده ما يدار اجي نخرج له على القناه. علاش اخر تموت؟ شنو اخر تزمك غتبقاو عايشين فيها دائما؟ علاش الحقد؟ كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اي واحد بغى ياديني. اي واحد بغى ياديني كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل وما غدوش لكم طريفه. ما غدوش لكم طريفه لانه انا ما درت غير الخير. انا ما خليت لكم الافلام ديالي غير على الخير. اش بغيتوا عندي؟ علاش يضربني بثلاث حيد لي دابا ثلاثه الفيديوهات وواحد ديجا كان معايا ضرب هاد الفيديوهات اللي محيدين دابا. هو كان الهدف ديالو هو انه ديك ثلاثه الفيديوهات كان الهدف ديالو ثلاثه الفيديوهات ملي غادي يضرب لي ثلاثه الفيديوهات غتمشي القناه. علاش غيبقى يهددك وغادي يبقى يهددني وداخل كيقول لي صيفط لي الفلوس صيفط لي ما نصيفطش لك الفلوس ديال القناه ما غنصيفطش لك الفلوس. دخلوا بالابتزاز قال لي دخلوا يهضر معايا الطريقه الوحيده باش نتواصل معاك هي هذه لانه هو مصري ياك وما احتراماته للمصريين. كاين واحد النوع ديال المصريين اللي شفار. كاين واحد النوع اللي شفار وكتب لي هذاك 10000 درهم وكتب لي مشانط ديال الفلوس عامه خاصو ياخذها من عنده. هو راه ماشي ديال الفلوس. حيدوا القناه الولد الشرقي بداو به هو الاول وتبعوني انا الثاني. علاش بنادم خدام على راسو ما كنزعف واحد ما كنطلب واحد؟ علاش نمشيو نصبو نمشيو نشفرو باش نتوما يلا باش ديك الساعه غتقولوا مزيانين؟ علاش حيت عاطينكم اتساع موقرينكم عباد الله. ما عمرني ما هضرت مع شي قمقوم ما عمرني ما دويش مع شي قمقوم ما عمرني ما حاشيت على شي حد. دابا المشكله كيمشيو عند دوك الناس اللي ما دير شي حاجه تافهه. سير عند دوك الناس عندهم تافهه سير عند دوك الناس. انا كنت طلعت ودرت شي فضيحه ولا درت شي مصيبه كاعلا ما كنتوش غديو لي القناه ما كنتوش غتحيدوا لي القناه لانكم كتبغيو هذوك اللي كيديروا الفضائح واللي كيديروا المصائب واللي كيديروا الزمر الكعل واللي كيعجبكم. المهم خوتي غير هذا الفيديو هذا درنا غير باش بلادي يعرف المشكل فين كاين. باش مثلا شي واحد النهار يحط واحد المتوج واحد اليوتيوبر مثلا يضربو بسترايك يحيد لي الفيديو ما يقولش لي راه محسد واه باش نوصل لكم واحد الفكره من اليوم قسما بالله العلي العظيم اللي من دابا من هاد اللحظه هادي اي واحد اي قناه غتهز لي الفيلم ديالي ولا اي قناه غتهز لي شي حاجه ديالي غيكون المصير ديالو انا غنحيدها ليها غنخرج لهم على القنوات ديالهم. علاش؟ لانهم اللي درت معاكم الجميل وخليتكم ترزقوا الله خرجوا عليا انا من اليوم اي قناه. انا كنعلمكم دابا اي قناه غتهز الافلام ديالي ولا اي قناه غتهز شي حاجه ديالي غنضربها بثلاثه ديال السترايك غنحيد لها القناه سالينا. باش نعلمكم من هنا لانكم نتوما ما خداش معكم داكشي ديال التعاون ولا داكشي ديال العاطفه ولا داكشي ديال شي حاجه مزيانه. نتوما هادشي ما كيخدمش معاكم. نتوما كتبغيو بنادم يكون خايب من الاخر. ما عمرني ما طلعت في شي فيديو قلت بحال هاد الهضره مي دابا غير وصلت ولي هنا سليله. تاد اليوتيوب هذا ما بقاش باغا نديرو انا من الاخر دخلت يوتيوب وانا في المشاكل وانا في الصداع. الحيد واحد يخرج لي واحد الحيد واحد يخرج لي واحد اللي باغي يدير لي القناه اللي مصيفط لي السترايك اللي باغي هاكي لي القناه اللي باغي يصيفط لي المصائب الكحله كل مره طالع لي مصيبه كحله. علاش عباد الله علاش شنو درت لكم؟ هادشي كامل حقد باش لحقت لكم. المهم خوتي كتعرف شنو نقول بحق الله. المهم حضرنا هذا الفيديو غير باش بنادم يعرف شنو اللي كاين. المهم انا كنعلمكم من هنا اي واحد غيهز لي فيديو دابا انا ما عرفتش هاد القناه شنو المصير ديالها. هاد القناه لك المصير ديالها غادي تحيد الله يعاونها. ما عندي ما غادي ندير بالنسبه للناس اللي كيتبعوني ولا الناس اللي واقفه معايا دابا تليفوني ما زكاش من التعيط من قبيله والناس كيعيطوا من قبيله والميساجات. كنتخيل دابا غير الهدف ديالي اللي دوزتو فهاد العامين مشى هكاك فرمشت عين كلشي مشى. الهدف ديالي دابا القناة ديالي في خطر. القناة ديالي في خطر يقدر دابا تمشي تقدر غدا تمشي. انا اللي ضرني هو العدم اللي دوز في هاد القناة. انا اليوتيوب عطيتو كثر ما هو عطاني.
غبيش فهمو انت مرا اللي كنضرب لا مقارنه مع داك الشيء اللي كنصور منه تزبله. احسش انا الهدف ديالي من هذا اليوتيوب هو انه ماشي شي حاجه صافي. بالنسبه لي انا ماشي متطفله على اليوتيوب، انا لا داخله حيت كنبغي نمثل، لا داخله بحب ديال التمثيل، حب ديال ان عندي هوايه عندي فطره، ماشي انه داخله باغا غير ندير القناه باش نسمى عندي قناه. عامين وانا مضاربه مع القناه، عامين وانا مطيفه مع القناه، عامين وانا المشاكل اللي دازت عليا في هاد العامين كحله بسبب هاد القناه. في الاخر ينوض واحد معدو ما يدار حيد لي القناه ويجي يدخل عندي يقول لي صيفط لي فلوس. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقول.